السلام عليكم اعزائي اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. نلتقي وياكم اليوم بفيديو جديد، واليوم حلقتنا راح تكون عن ماكينات البيع. ماكينات البيع متنوعة وعدة انواع وعدة اشكال. بسيرفرنا حاليا انا سويت نوعين من الماكينات، راح اشوفكم هذه الماكينات، راح اشوفكم طريقة الدفع بيها وشلون تقدر تستبدل الموارد عن طريقها او تبيع موارد عن طريقها. وبعدين راح نسوي بهذا الفيديو اليوم نموذج من هذه النماذج، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. راح نروح سوي الوحدة من الماكينات ونجربها ونجرب طريقة الدفع بيها. مثلا تشوفون هذا نوع من انواع الماكينات. هنا أنا عندك تشيست صندوق، وعندك بصفحة ثانية دروبر وبي بتون او دقمة. هنا مثل ما نشوف عندك دفع هسه راح احط 1 نجت جولد نجت، الدفع هو 1 جولد نجت. نحط هسه انا لما اضغط كل شيء ماكو، كل شيء ما راح يجيني، لازم احط جولد نجت بالدروبر، احط 1 جولد نجت واضغط البتون، اضغط الدقمة، افتح الصندوق شوية راح تجيني جزراية او خبزاية، خبزاية عفوا. مثل ما تشوفون 1 جولد نكد، حصلت منها 1 خبزة. هذا النموذج الاول من ماكينات البيع. النموذج الثاني اللي اشتغلناه بسيرفرنا هذا النموذج. طبعا هذا الماكينتين اثنيناتها نفس الطريقة، هذا 1 كول 1 جزر. خلينا نجربها بالله، نشمر 1 كول فحم. مثل ما تشوفون لازم نشمرها بال، تنزل تروح على الصندوق على التشيست، تمام طلعت لنا جزراية. مثل ما تشوفون طلعت لنا جزراية واحدة، اذا نشمر اثنين تطلع لنا اكثر من جزراية. وهكذا الماكينة الثانية نفس الديزاين، هذا الديزاين راح نشتغل عليه طبعا اليوم ان شاء الله. ايرون بستيك لحم، خلينا نجيب ايرون، نشمر ايرون هنا أنا. وشوفكم شلون تحصل. راح اشمر الايرون وارجع لي ورا حتى تشوفون السك لما تخرج. خلينا نسوي دروب، نشمر الايرون، نشمر ايرون قطعة حديد، مثل ما تشوفون طلع لنا سك واحد. اليوم راح نشرح هذا النوع، هذا الموديل، واذا عجبكم ان شاء الله الفيديو وردتوا نشرح الفيديو الثاني او الماكينه الثانيه راح نشرح لكم اياها سويه. مثل ما تشوفون هذه هي الماكينه من الداخل، هذه هي الماكينه من الداخل. راح نبلش نرجع نشرح على طريقه عملها من البدايه ان شاء الله، واتمنى يعجبكم ان شاء الله الفيديو. طبعا بالبدايه قبل ما نبلش بالبناء نحتاج نسوي ريبيترات وعدد 3 على الاقل، ونحتاج نسوي كومبريتر يعني بالقليل 2 كومبريتر. ومثل ما تشوفون هذه طريقة عمل الريبيتر وعمل الكومبريتر. هسه راح اسوي ريبيتر ثاني اللي ما انتبه وما شاف طريقة عمل الريبيتر. ما راح اسرع طبعا انا الفيديو، وهذه الخطوات راح اخليها لانه بعض الاصدقاء يعني اخاف يواجهون مشكلة بعمل الريبيتر وعمل الكومبريتر، فحتى ما راح يحتاجون يدخلون الانترنت ويدورون عن طريقة عمل كل واحدة من عندهن. نحتاج نسوي مثل ما تشوفون هسه هذه، نحتاج النذر كوارتز نحتاجها حتى نسوي كومبريتر. يعني الكومبريتر مثل ما تشوفون نحط واحدة هنا بالنص، ونحط ريدستون تورش. طبعا ريدستون تورش راح نحتاج نسوي ريدستون تورش بعد لانه ما يكفي. هاي طريقة ريدستون تورش والاكثر يعرفوها مع ذلك. هذه هي طريقتها. مثل ما نشوف هسه احنا نحط هنا النذر كوارتز، ونحط هنا تورش، تورشات 3، ونحط ستون مطبوخ. طبعا كوبل ستون مطبوخ، حصلنا كومبريترات. طبعا نحتاج نسوي ريدستون اضافية او ريدستون تورش بالاحرى. خلينا نسوي ريدستون تورش اضافية. طبعا نحتاج مثل ما قلت لكم كومبريتر بالقليل 2 وريبيترات 3، ونحتاج ريدستون تورش 4 أو 5 ما اذكر. حاليا من حنبلش نشتغل حنعرف ايش قد نحتاج. نكمل الريبيتر الكومبريتر الثاني، نسوينا الكومبريتر الثاني، سوينا ريبيترات 3 وكومبريتر 2. هسه خلينا نسوي الدروبر، نحتاج دروبر ونحتاج تشيست ونحتاج هوبر.
راح نسوي الدروبر مثل ما تشوفون، سوينا دروبر. هسه راح نسوي الريدستون بلوك. الريدستون بلوك هو 9 ريدستون، نحطها بالكرافتنج 9 ريدستون، طالع لنا ريدستون بلوك مثل ما تشوفون. نسوي سلالم، طبعا السلالم مو ضرورية بس يفضل نخليها على الدروبر حتى لا يفتح الدروبر. طبعا الا كسروا السلالم اكيد لا حيقدر يفتحوا. الهوبر، نسيت الهوبر. هذه طريقة عمل الهوبر طبعا، لانه انا سويت الهوبر بس ما اضفته بالتصوير، فهذه هي طريقة عمل الهوبر. مثل ما تشوفون الايرون بهذا الشكل وداخله صندوق او تشيست. طبعا سرعت الفيديو لانه مكان الماكينة اللي عندنا بالسيرفر المنطقة كلها مي، فسرعت الفيديو لانه اشتغلت كلها جوا المي وسويت مجال للماكينة جوا المي. ونلتقي وياكم ان شاء الله بعد ما نكمل المكان ونكمل باقي الخطوات. هسه حاليا حنبلش بالمكان. طبعا المكان يحتاج لك 4 بلوكات على الاقل، انا هنا حاليا عندي 5 بلوكات، 4 بلوكات طول و3 بلوكات بالعرض، وتنزل 3 بلوكات الى الاسفل. هسه احنا راح ننزل 3 بلوكات للاسفل، نحفر بعد وننزل 3 بلوكات للاسفل. بعد لنا بلوكه، شوف بس احنا لازم بلوكتين، لازم ننزل بعد بلوكه، فراح نحفر بعد وننزل 3 بلوكات، ننزل بلوكه اخرى اضافيه حتى تصير 3 بلوكات. راح ناخذ بالعرض ايضا بلوكه حتى يصير العرض 3 بلوكات مثل ما تشوفون. هسه حاليا الطول 3، العمق 3، العرض 3. حطينا تشيست وحطينا فوقها 2 هوبرات وحطينا مقابله بلوكتين خشب. طبعا تيجي تخلي هوبر على التشيست تدوس كراوتش او شيفت حتى يحط الهوبر فوق التشيست بدون ما ينفتح. هسه تابعوا ويانا الخطوات التاليه. راح نحط بهذا الاتجاه كومبريتر واحد من هذا الاتجاه بالضبط بحيث يكون بهذا الشكل، ونحط وراء ريبيتر بهذا الاتجاه، ونحط هنا بلوكه حنحط هنا بلوكه خشب، نحط هنا بلوكه ونحط مقابلها بلوكه. طبعا ما نحتاج ذيك البلوكه، فقط حتى نحط هذه البلوكه. نحط هنا ريدستون ونحط ريدستون تورتش هنا مثل ما تشوفون. هنا نحط بلوكه خشب، ونحط هنا ريدستون تورتش. هسه نحط هنا بلوكه ونحط فوقها ريدستون، ونحط ريبيتر، نحط ريبيتر بهذا الاتجاه، لازم بهذا الاتجاه حتى تشتغل وتصير بهذا الشكل. هسه لحد الان شغلنا ما بي اي مشكله. هسه الجهه الثانيه راح نستخدم بلوكه الريدستون. بلوكة الريدستون راح تصير على اليسار الكمبريتر هذا، راح تصير هنا، وراح نحط عليها ريدستون بهذا الشكل. بس لحد الان كملنا معظم الاجزاء الخاصة باسفل الماكينة. نحط هنا هسه بلوكة خشب فوق هذا الريدستون تورتش، ونحط هنا ريدستون اعلى البلوك، نحط هنا ريدستون تورتش هذا الشكل. نحط هنا ريدستون تورتش ونحط فلوقها بلوكة خشب. طبعا قبل شوي غلطنا، لازم البلوكات تصير امام الريدستون تورتش المطفية. نحط هنا بلوك ثانية ونضيف بلوكات، 3 بلوكات بالجانب، نضيف 1 2 3، 1 2 3، تصير 2 ب3. وهنا نحط بلوك خشب بالنص، ونحط ريدستون، نحط ريدستون 1 2 3. هنا راح نحط ريبيتر
وراح نحط كومبريتر تابعوا يعني. شوف راح نحط هنا كومبريتر بهذا الشكل، وراح نحط ريدستون، وراح نحط ريبيتر بهذا الشكل مثل ما تشوفون. هسه مقابل هذه البلوكة لازم نحط الدروبر، بس شوفوا هسه هذا الشكل. طبعا ندوس هذه نشغلها، هذه لازم بالكمبريتر، لازم هذه شغلها، ونحط هنا الدروبر. ها هذا فائز، اجا فائز ديدي. شوف ايش نسوي، يقول ايش تسوي؟ قلت له راح عقلتكم طبعا هاي مو الكل يعرفوها، بس معناها انه راح اخذ فلوسكم ومواردكم كلها. فوقاها محمد يقول لقيت 50 دايموند. والله هذا شلون هذا وياه؟ شنو ابيع لهم بدايموند؟ فكروا لي شباب، الماكينة الجاية ان شاء الله نسويها تبيع مقابل دايموند، حتى نجمع الدايموند مال محمد. يعني صراحة ما عندي دايموند قليل، يعني على قد الدروع والشغلات اللي سويناها. هسه مثل ما قلنا لكم هنا راح نحط الدروبر، هنا بالضبط على هذه البلوكه راح نحط الدروبر بهذا الشكل. هسه هذه الجوانب ممكن نغطيها ببلوكات خشب، يعني انت على راحتك، اذا ما ظاهره مو مشكله، بس يعني اذا تريد تغطيها ممكن تغطيها من الجوانب من هنا ببلوكات خشب، ما تاثر على شغل الماكينه، بس كشكل كترتيب للماكينه. هنا أنا طبعا جوا عندك التشيست اللي راح تكون بيه الموارد، راح تجمع بيه مواردك، وبرا راح يكون الدروبر. الدروبر لازم نحط بيه الشغلات اللي راح نبيعها. مثلا انا اريد احط استيكات مثلا لحم، احط استيكات مال لحم بداخل الدروبر، اخلي استيكات داخل الدروبر، واخلي اخلي السلالم، او اخلي السلالم فوق الدروبر حتى لا يفتح. اخلي السلالم درج بهذا الشكل على الدروبر حتى لا يفتح. طبعا اذا تريد تخلي السلم ثبت على الدروبر لازم تدوس شيفت او كروتش، يعني اي كيبورد تستخدم الكروتش او الانحناء، تدوسه اثناء ما تخلي الدرج على الدروبر حتى لا يفتح لك الدروبر. راح اسوي اسرة، راح اسوي اربع اسرة، راح اجمع صوف واسوي اربع اسرة، راح تشوفون ايش راح نستخدمهم. طبعا ممكن اكو طريقة ثانية انه مثلا تاخذ بلوكات خشب او شيء، بس ترجع تعيد تسميتها بماكنة التصليح وماكنة الانفل، بس راح تاخذ من عندك اكس بي واحد، اكس بي بكل اعادة تسمية. فاني راح استخدم اسرة، راح استخدم اسرة صراحة الاكس بي يفيدني، بعد نحن محتاجين تطويرات هواية، فأربع أسرة كلش كافي. هسه تابعوا ويانا هذه الخطوة، هذه الخطوة كلش مهمة. طبعا هذه الماكينة تحتاج ستاك على الأقل من المادة اللي تريد تخليها. طبعا خلي الأسرة بهذا الشكل بالدروبر الأسفل اللي فوق الصندوق، ونخلي ستاك إلا حبة، ستاك إلا حبة، يعني حطينا 63 ايرون، 63 حبة ايرون. هسه خلنا نصعد نروح نجرب الماكينة، نذب حبة ايرون. المفروض من نذب حبة ايرون راح تعطينا ستيك لحم. خلنا نذب حبة الايرون، نذب حبة ايرون راح تعطينا ستيك لحم واحد، يعني حبة ايرون مقابل ستيك ايرون واحد. هسه نكمل باقي الترتيبات، وتخلي فتشي يوضح للاعبين انه هذه الماكينة شنو على شنو تشتغل وشنو مقابل شنو. فنحط هنا مثلا صورة، نكتب نحط بها مثلا ستاك، نحط ستيك لحم وايرون حتى يفتهمون
انه هذه الماكينة تبيع لحم. وهذا يكون وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفادين عنده، ونلتقي ياكم ان شاء الله فيديو اخر. تحياتي لكم، مع السلامة.